السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع النابة لنقف على عملية تدشين تاع المحول الكبير الذي ربط مدينة عنابة بطريق سيار شرق غرب، وواحد من المحولات الكثيرة حول مدينة عنابة ويعني في المنطقة، خاصة بعد ما تم إنجاز الشطر الأخير من طريق سيار شرق غرب الواقع بين منطقة درعان بلدة درعان إلى حدود تونسية، إذا على امتداد حوالي 87 كيلومتر. إذا اليوم تم تدشين المحول الكبير والضخم الذي سوف يسهل حركة المرور بين مدينة عنابة وطريق سيار شرق غرب. هانئا لسكان المنطقة بهذا الإنجاز الهام جدا في العملية تاع تطوير البنى التحتية في كل ربوع الوطن. خليكم تابعوا الفيديو. السلام. أخيرا لعنابة منفذ على الطريق السيار شرق غرب، بعدما كان الأمر يكلف السائقين عناء التنقل إلى الذرعان بالطرف أو عين الشرشار بسكينة. بكري كنا نروح للذرعان بزاف، الطريق طويلة، ودوكا كي فسخنا هذا وهي هاك درك الدخلة هذه راهي ملاح، الدخلة هذه درك راهي ملاحة، ملي ندخلوا من جيو وندخلوا ونخرجوا ملاح. قبل كيفاه؟ قبل كانت ما مش ملاحة خلاص، كنا نجيبوا تحت الطبان سيكوس بيسا قرافي وهدو ما نعرفوش، والبعد اللي هيه درك رحمة ربي في الطريق هذه، والله نعمة والله يا اخي، غير يعني الله يبارك. وساعة تعرف كيف تمشي مرتاح، دير الفيتاس تاعك تمشي مرتاح. الربط بالطريق السيار جاء ببلدية عين الباردة في منتصف المسافة بين قالمة وعنابة ليضفي حركية اخرى لجنوب بونا. لم تكن هناك مدخل منفذ لمدينة عنابة. اليوم الحمد لله وبفضل الاشغال اللي قامت بها لوزارة الاشغال العمومية ومؤسستها ومكاتب دراستها، اليوم تم فتح هذا المحول للمدخل لعنابة. هذا المدخل يعني في انتظار انجاز محطة الدفع. شريان اقتصادي هام ضمن حزمة من مشاريع الاشغال العمومية والتي انطلقت عنابة في تجسيدها تسهيلا لحركة سير المركبة.